مين اللي بره ده؟ ده الواد السيس اللي اسمه ابراهيم الاحمر، عامل دكن ونوش قدام البيت. ابراهيم الاحمر؟ مش ده كان اسمه ابراهيم الابيض تقريبا؟ لا كان، بس لما عمل خناقه كبيره شلف فيها كل رجاله الحاره، خلاهم كلهم دم، بقى اسمه ابراهيم الاحمر. طب واحنا مالنا ومال الشباب؟ ابدا، اصل انا بعزقت كرامه اهل مراته النهارده في السوق، فشكله كده جاي يتبهدل زيها. يا نهار اسود، قلت لك بلاش بلاش شكل مع العالم دي عالم سوى. انشي يا انشي، خليك يا اخويا خايف جوه جلابيتك، انما انا بقى لا بخاف من ابراهيم الاحمر ولا الاخضر ولا الاصفر ولا كل الالوان. خليك يا اخويا. يا حرام ما فيهاش راجل، عايز راجل اكلمه. حد ليه شوفة حاجة؟ الكازيون خلص. جرى يا ست؟ عايزين راجل نكلمه. كلمنا انا. ماليش كلام مع نسوان. ومراتك اللي انا بهدلتها نسوان. نسوان وسخة بتقطع بعض. انت حشرة. مراتي وهجيب حقها وعايز راجل يطلع لي. عايز راجل؟ حاضر هطلع لك الراجل، بس وفر بقى الغاز بتاعك والنار. هطلع لك الراجل. جرى يا حارة؟ ايه؟ الراجل ده كان عايز ايه؟ مستني راجل يطلع يكلمه. شكله هيستنى كتير. الواد سوري مش موجود. انت مش هتطلع ترد عليه يا راجل؟ سيبك منه، ده شتمك. هي الشتيمة بتلزق؟ ده هزق مراتك. المسامح كريم. مسامح كريم؟ طب انا هطلع اشلف وش امه دم وارجع اشوف ايه حكاية مسامح كريم دي. طب ما تتأخريش، اصل انا لسه ما اكلتش. طيب يا ذكر. حاضر يا سبعي، سخن العيش على ما جيلك. شرسه.